أنا اليوم جدا سعيدة لأنه أخيراً بعد طول غياب رجعت شفت علاء نجد ولومة صالح. أكيد كلكم كنتوا عارفين إنه كانوا معايا في بروجكت رنواي سيزن 1 وعلاء كان هو الفائز بالمرتبة الأولى. أهلاً فيكم معانا اليوم. ثانك يو هبة. يعني كنا كبروجكت رنواي قاعد هنا إحساس مرة حلو. كلمونا على البراند حقتكم براف، كيف بدأتوها وليش اخترت لومة تكون شريكتك فيها؟ هلا أنا ولومة نحن أصحاب من قبل حتى بروجكت رنواي، تخرجنا مع بعض وبعدين فتنا على بروجكت رنواي. هلا بالاول نحن ستيلنا كان كثير اوبوزيت، يعني كنت انا كثير حدا فيري مينيمال وكثير ستراكتشرد الواني 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 ولومة كثير كولورفول. بس هلا اللي صار بالكولكشن هو نحن يعني تطور ستيلنا، يعني انا صرت اكثر فن اذا بدك، صرت احب الاشياء اللي فيها حياه اكثر انه شيء كثير ستراكتشر وفيري architectural، وهي صارت اكثر مينيمال واكثر هيك اليجنت من انه كثير كانت بتحب البيت اكثر كنت تحب البيسي ماتش لس. سو صرنا لمطرح صرنا المنتاليتي قريبه، اكيد كل واحد عنده ستيله بعده بس المنتاليتي تبعنا كثير قريبه لبعضنا، وقلنا ليه ما بنعمل عن جد ريدي تو وير كولكشن تكون modern, simple, different و affordable بذات الوقت. وعلاء and I together and we wanted to show this. Yeah. صح. انه الستايل حسينا انه الكومبينيشن بين ستيلي وستيلا بيطلع شيء ديفرنت وحلو. اكيد بيطلع يونيك حلو. So that's why قررنا نعمل البراند. لومة كيف مقسم الشغل بينك وبين علاء؟ يعني مثلا في تشالنج بينك وكان بين مهند كنت انت ماسكه الشغل كله، دحين كيف؟ Actually it's very easy. مش انه علاء and I we have the same mentality to start the collection and to finish the collection. أكيد we had fights. ما بدي تبو بدي تبو. إنه هيك قصص باريس. بس مش ال collection. We have no problems doing collection or working together at all. Yeah. لا ال very smooth أكتر الشغل بيناتنا، ولأنه عنا نفس طريقة التفكير وعنا نفس البيس، يعني بنعرف إذا بدنا نشتغل بطريقة معينة نفس الشيء، وعنا نفس التكنيك، عنا نفس طريقة الشغل، صحيح كتير بتخفف أكيد. وبيسهل عليكم. بيسهل علينا مظبوط. So yeah. طب البراند حقتكم ايش الاشياء اللي اعتمدتوا تكون موجوده؟ ايش الاشياء اللي لومة حطتها واللي علاء حطها؟ هلا باراف مين اللي هي مثل ما قلت هي سيجنتشر. يا هو الاسم هو بيعني باراف اللي هي مثل السيجنتشر. واللي هي هالسيجنتشر اللي هي الكومبينيشن من الستايلز تبعنا اثنيناتنا. المين ثينج تبع باراف هو الجيومتريك فورمز بكل شيء، يعني هون اذا بتشوفي مثلا البيردز او الباروتس عاملين بطريقه فيري جيومتريك. وهون هيدي انسبايرد من الكولكشن اللي عملتها اللي هي الباروت على كبير، سو كثير بتشوفي جيومتريك كاتس او حتى اذا في كاركترز معمولين بطريقه جيومتريك، الكولر بلوكس اكيد السمبلسيتي اهم شيء، انه القطع كلهم قد ايه فيهم ديتيلز بس ذي ار فيري سمبل وايزي تو لوك ات. كيف لقيتوا انطباع الناس او شيء بعد بروجكت رنواي وللكولكشن اللي انتم عملتوه؟ اكشلي في كثير عالم حبت وقالوا انه فعلا عم بيقدروا يشوفوا ال ذا ديفرنس او التو ستايل، هيدا علاء هيدا لومة لا هيدا علاء ما يا انه لاقيين التو كاركترز فيها للكولكشن عن جد كومبينيشن انه ظابطه. بس ايه في كثير قصص، يعني في عالم توقعوا انه في ديتيل انه اكيد هي لومة تطلع لا انه هي انا او اكيد هيدا علاء لا هي لومة، لانه انعرفنا بشيء معين بس طورنا بطريقه انه عن جد مثل ما قلت لك صرنا كثير تفكيرنا قريب لبعض. حلو. اخر كولكشن ايش كان اسمه؟ First, actually, not last. That's okay. Not called S. First collection, East of the Sun, West of the Moon. Oh. يعني. من في جاكم inspiration حقه. It's this magical thing that happens in 24 hours from sunrise to sunset. Yeah. هي المين المضبوط. المين concept هي about Mary Poppins, okay. Fictional character. So بتلاقي فيها كتير magical touch. شفت الموفي حقها. Yeah, exactly. ما شفته. وبعدنا أنا ما شفناه بس لازم نشوفه بعد ما فضينا. So بتلاقي كثير الكالرفل تاتش او يا اكزاكتلي انا فيها الفن وكمان السيلويت تبع ميري بوبنز انه سمثينج فلوي والاشياء الاي لاين كثير سو يا ايش ممكن نشوف لكم شيء جديد؟ باراف وي وركينج وذ ديفرنت كولابوريشنز كمان سو وي هاف باراف ريدي تو وير بس وي هاف باراف كولابوريشن ذات از هابينينج باراف انذر كولابوريشن ذات از هابينينج soon to have menswear. Yeah, إن شاء الله. من هالcollaborations يعني عنا for example يمكنوا عنا another line different يكون تحت اسم باراف. عنا collaborations عم نعمل sometimes uniforms ل different places. So هي مش بس إنه collection ready to wear، هي فيها تكون collaborations مع different segments إذا بدك. أنتوا designers فيكم تسووا اللي تبغوه. Exactly. ونحن عبالنا يكون هالfreedom بهالbrand إنه
نعمل عن جد شو عبالنا نعمل بكل الأصعدة، يعني مش أنه بس نلتزم بكولكشن معين وخلص يعني سويا. لو جاتكم وحدة حابة شيء معين، كيف تتعاملوا معاها أنكم تقنعوها بفكرتكم؟ يعني منكون صريحين، السائل حقكم شوية غريب، ممكن مو الكل يكون شافه وبيتقبله، فكيف تتعاملوا؟ We have the costumes which we can produce everything that we have in the same colors that we have in the collection. وكمان we have details, they're the bows, the bands that we can change كمان on your clothes. If you got a dress that is red, you can change to something blue or anything, and we can customize pretty much everything. Yeah, يعني هي فينا to customize the pieces ل different colors ل different sizes. ومثل ما قلت في كتير details تتغير بالقطع، يعني حتى القطع الوحدة فيها يكون معها different bands different colors، حتى الصبية تقدر إنه تغير ما تكون لابسة تقريبا نفس القطعة دائما. وفي عنا قطع مظبوط غريبة، بس كمان بالمقابل في قطع very simple و very wearable، هو هيدا نحن ركزنا نعمله أنه قطع تكون very simple easy to wear. هاي الفكرة هي عن ذات something easy to wear، لأنه نحن صرنا بعصر سريع، الست ما كتير بقى عندها وقت. كيف لقيتوا تغيير المرأة ممكن من 10 سنين ودحين؟ ما exactly، يعني إذا بتلاحظي you're always going, you're always doing something, you need something that it's easy for you to wear. وبذات وقت مريح، يعني يكون something elegant وبذات وقت مريح، مش انه تكون تحس الصبيه انه مربطه فيه او يو نو، هيدا اهم شيء. ممكن تعملوا لاين يونيسكس يكون بين الرجال yeah. وال فينا في فكره لهيدا الشيء اكشلي. هيدا اللاين كمان وي هاف ا لوت اوف بيسز ذي ار وان سايز فا اول ذا بوديز يو كانت وير مش وان اونلي وان سايز دزنت جو تو 36 تو 40 از ليترلي اوبن فروم يلبس لايك 2 3 سايزز. وكيف تعاملتوا مع الأقمشة؟ الأقمشة اللي تقت يعني لازم تكون في كولكشن حقكم. هلا فور اكزامبل لهي الكولكشن استعملنا قماشات فلوي مثل ساتان شارموز اللي هو كثير هبل، والسلك استعملنا جيرزي لوراكس، كثير كان في لوراكس شابكس everything glittery and shiny. yeah انه كان في كثير قماشات فيها الخيط لوراكس، يعني very glittery effect. وكل قماشات مثل ما عم اقول يعني مانا كثير سنسيتيف انه الصبيه بتعطى الهم وهيك، انه قصص فيري براكتيكال اذا بدك. لما شفت اصلا القماش اللي هنا افتكرت السكيرت اللي عملتها في الديسكو اللي طلعت لك الجيومتريك لاين. مظبوط. اول شيء يعطيكم الف عافيه انكم معي اليوم، ومره انبسطت من جد بشوفتكم ثاني، واتمنى لكم كل التوفيق. ثانك يو هبه.